أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. صدق الله العلي العظيم. آية قرآنية عجيبة، حيث لم تستثن أحدا، الآيات القرآنية التي تذكر مساوئ الإنسان العديد منها تستثني هذا الشيء السيء، له استثناء. مثلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مثلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مثلا: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى أن يقول عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في هذه الآية المباركة الله عز وجل ذكر شيئا من مساوئ الإنسان ولم يستثنه، ما قال إلا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما ذكر إلا. لقلتهم الذي يستغني فلا يطغى قليل، لا، لأنه أحيانا يستثني مع قلتهم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الله عز وجل يقول هؤلاء قليلون، قلة، مع ذلك استثنى، قال إلا الذين آمنوا. في هذه الآية المباركة ما استثنى. واللطيف هي العبارة: الإنسان يطغى. الله عز وجل هذا المعنى ذكره بتأكيدين، بإن وباللام، ما قال الإنسان يطغى، قال إن الإنسان، ما قال يطغى، قال ليطغى. تأكيد في تأكيد، يعني بالتأكيد وبالتأكيد الإنسان يطغى.
ما هو سبب طغيانه؟ لعل مركز المشكلة، وهي ليست مشكلة صغيرة، طغيان. الطغيان يعني دمار دنيا الشخص وآخرته، ودمار دنيا من حوله وأحيانا آخرتهم. الطغيان شيء جدا سيء. مركز السبب لهذا الطغيان لعله كلمة في هذه الآية المباركة. لاحظوا الله عز وجل ما قال إن الإنسان ليطغى أن استغنى، ماذا قال؟ قال أن رآه استغنى. تصور أنه غني، زعم أنه غني، يعني هو في الواقع ليس غنيا، هو فقير أفقر ما يكون. زعم، رآه استغنى، هو هكذا زعم، هو هكذا رأى في نفسه الغنى. هذا كذب، هذا ليس واقعا، هذا توهم، زعم باطل. أنت لست غنيا، أنت فقير أفقر ما تكون. سبب الطغيان أن رآه استغنى، شايف نفسه غني، هو ليس غنيا. لماذا أقول الإنسان ليس غنيا؟ لأسباب وأسباب. بالتأكيد من الصعب إحصاء أسباب فقر الإنسان. من جملتها، أولا أنا لست شيئا، إنما ركبت الموج. هذا مطلب جد جدا مهم ووسيع، وليت كان لي مجال أشرح هذا الموضوع بتفصيل، إشارة فقط سريعة مختصرة باختصار شديد. أنت من؟ كل العظماء، كل عظيم، إنما أصبح عظيما لركوبه الموج، لصعوده على أكتاف الناس. كل العظماء، كل العظماء هكذا. نبدأ من العلماء، العالم عظيم في أي علم كان. العالم من هو؟ هو الذي جمع كمية أكبر من بقية الناس من معلومات تعب عليها الناس صار عالما. من هو العالم؟ يعني في الواقع جمع أتعاب الناس عنده، صعد على أكتاف علماء مئات آلاف عشرات الآلاف على مر التاريخ. هذا توصل إلى معلومة، ذاك توصل إلى معلومة ثانية، هذا جمع. يعني في الواقع هو غني بعلمه، في علمه هو غني، هو أفقر ما يكون في علمه، لأنه صار عالما بسبب استفادته من جهود الناس العلماء السابقين. خذ إليك من عالم الفقه إلى عالم الأصول إلى عالم الكمبيوتر إلى عالم الطب إلى أي علم. أنت إنسان ثري، الإنسان يستغني يعني يرى نفسه غنيا. هذه الأموال ممن؟ تمكنت أن تجمع أكبر عدد، أكبر كمية من أموال تعب عليها الناس، أنت أخذتها، حصدتها. حصدت ماذا؟ حصدت أموال الناس، يعني أتعاب الناس. لا أقول شيء سيء،
حرام، لا شيء حسن. تحصل العلم ليس سيئاً، تحصل المال أحياناً ليس سيئاً إذا من الطرق المشروعة، ولكن حتى من الطرق المشروعة في الواقع هناك أموال تعب عليها الناس، أنت تمكنت أن تحوز هذه الأموال، أنت غني؟ غني بماذا أنت؟ أنت أفقر ما تكون، لأنك حصدت أموال الناس. لا أقول أموال محرمة، لا، أنت جئت بعاملين عملوا عندك من قبل. النائب من هو؟ هو الذي تمكن أن يحصد أصوات الناس، أليس كذلك؟ الرئيس العادل الذي بالفعل اختاره الناس من هو؟ هو الذي تمكن أن يحصد آراء الناس. غناك بماذا؟ أين غناك؟ صرت رئيسا، صرت قائدا، صرت كبيرا، كبيرا بماذا؟ يعني ركبت الموج بصورة شرعية، بصورة عقلائية، ولكن اعرف أنك فقير. هذا الموج الذي ركبته ليس لك، هذا الموج لغيرك، صار موج أنت ركبت الموج. هذا أولا. ثانيا، الظروف المؤاتية المناسبة هي التي أوصلتك. نبدأ من العلماء أيضا. العالم كيف صار عالما؟ الظروف كانت مناسبة، بعض الناس كان أذكى منك، تعب أكثر منك، ما وصل إلى هذا العلم لأن الظروف ما كانت مؤاتية، وضعه ما كان وضع جيد، أنت وضعك كان وضعا مريحا، تمكنت أن تحصل على علوم. أنت أصبحت في نيويورك ملياردرا بجهودي، بذكائي، بتعبي، نفس هذا الذكاء وأكثر من هذا الذكاء، نفس هذا التعب وأكثر من هذا التعب، من نفسك إذا جعلوك في قرية في بنغلاديش كنت تصير مليارديرا؟ كنت لا تصير حتى مليونيرا، ناهيك عن الملياردير. جلست في وسط نيويورك مثلا، أقول أنت الذي أصبحت عالما في وسط الحوزة العلمية، كنت في جامعة راقية، كنت أصبحت عالما كبيرا استثنائيا. إذا كنت في قرية من قرى أفريقية، نفسك بنفس الذكاء بنفس الجهود كنت تصير عالما؟ ما كنت تصير ربع عالم، ما كنت تصير عشر عالم. الظروف كانت مؤاتية، كانت مناسبة لك. أنا عالم، أين أنت؟ ظروفك. ينقل هكذا، ينقل أن ابن سينا كان عند خباز لعله، فرأى طفلا جاء، قال للخباز أريد كمية من الجمر الملتهب. لا بأس، كيف أعطيك الجمر؟ ما عندك شيء، خلي الجمر الملتهب في يدك. الطفل نظر يمنى يسرى، أخذ كمية من الرماد، قال أجعل على الرماد، الرماد لا ينقل الحرارة، نقل الرماد للحرارة بسيط جدا. ابن سينا أعجبه الموقف، طفل يدرك أن الرماد لا ينقل حرارة، قال له من أين علمت؟ قال علمت الرماد لا ينقل حرارة. قال أنت طفل ذكي، ماذا تصنع؟ قال أصنع مع أبي شيء عادي. قال حيث أنت بهذا الذكاء تتمكن أن تكون عالما؟ قال هو لا يعرف هذا ابن سينا. قال الطفل عشرات من أمثالي يضيعون حتى واحد يطلع ابن سينا. قال
الله أكبر، هذه الكلمة أعظم من طفل، أعظم من هذا الموقف. من أبوك؟ تعال. ذهب أخذه من أبيه، قال هذا الطفل له قابلية علم، أخذه من أبيه رباه صار أحد العلماء كما يقال. عشرات من الأذكياء، مئات من الأذكياء يضيعون حتى واحد يطلع ابن سينا، حتى واحد يطلع عالم. ظروفه كانت مآتية، ظروف أولئك ما كانت مآتية، هذا ثانيا. أنت غني، ظروفك كانت مناسبة، صرت غنيا، صرت عالما، صرت غنيا يعني ثريا، عالما، صرت رئيسا، صرت عظيما في أي مجال، هذا ثانيا. ثالثا، سد الثغور. عشرات من الناس، مئات من الناس يسدون ثغورا لو كانت مفتوحة ما كنت تصير ثريا، ما كنت تصير عالما، ما كنت تصير رئيسا. وأنت لا تعرفهم، وأنت لا تعرف أين الثغور أصلا التي سدت. هناك سد صنعوه مثلا على بعد مئات الكيلومترات من محل أمتعتك، لولا ذلك السد الذي لا تعرفه أصلا أنت كان يأتي السيل يأخذ كل بضاعتك، كنت تصبح فقيرا، ولكن هذا الثغر سد من قبل آخرين. بتعبير علمي، النقطة الثانية المقتضي، النقطة الثالثة رفع المانع. مئات عملوا في رفع الموانع حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، أي شيء كان في مجال علمي، في مجال مالي، في مجال سلطة، في مجال سلاح، في مجال قدرة، في مجال قدرة بدنية، عضلات، في أي مجال. هناك عشرات، مئات، آلاف، الله العالم، من الثغور سدت حتى تمكنت أن تصير بطلا، جسم قوي، حتى تمكنت أن تحوز كمية كبيرة من الأسلحة. هذه الثغور سدت، فإذن أنت الغني، أين الغنى؟ ركبت على أكتاف الآخرين، ظروف مناسبة كانت لك، موانع سدت، ثغور سدت، تقول أنا؟ من أنت؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه جهل، 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 يتصور نفسه غنيا، أين الغنى؟ ما الحل؟ لا أحد من الناس يحب أن يكون طاغيا، حتى الطاغي يقول أنا لست طاغيا، يعني هو أيضا يكره الطغيان، يفهم أن الطغيان شيء سيء، يكذب على نفسه، يكذب على الآخرين، يقول أنا لست طاغيا، الطغيان شيء مكروه، مبغوض من قبل الناس كلهم. ما الحل؟ أريد أن أكون غنيا ولا أكون طاغيا. كل الناس لعله وأكثر الناس يريدون هذا الشيء. يوجد حل؟ قلنا الله عز وجل ما استثنى. تريد أن لا تكون طاغيا؟ يوجد حل؟ نعم يوجد حل، حل على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، لا السالبة بانتفاء المحمول. الحل نسف جذر الطغيان، جذر الطغيان أن رآه استغنى، لا ترى نفسك غنيا، لا تزعم أنك غني، لا تكون طاغيا، انسف الموضوع. مركز المشكلة أن رآه استغنى، صحيح؟ مركز المشكلة أزله، افهم أنك لست غنيا، لا تكون طاغيا، افهم، هذا معادلة واقعية حقيقية، أنك لست غنيا، هذه المعادلة افهمها، لا تصبح طاغيا. أولا الإيمان ينسف الطغيان، كيف؟ ما هو ربط الإيمان بالطغيان؟
الإيمان يعني ماذا؟ يعني أني أدرك، ألمس، أدرك بكل مشاعري أنني بحاجة في كل لحظة من لحظات حياتي، في كل بعد من أبعاد حياتي، محتاج احتياجا مطلقا إلى الله عز وجل. لاحظوا، في كل لحظات حياتي، في كل أبعاد حياتي، حاجة مطلقة. مطلقة يعني كل شيء، يعني أنا لا شيء أطغى بأي شيء. الإيمان الحقيقي، لا أن أسمي نفسي مؤمنا، الإيمان الحقيقي ينسف جذر الطغيان. أن رآه استغنى لا يتحقق، لا يرى نفسه استغنى، يرى نفسه فقيرا. الفقير لا يطغى، الذي يرى نفسه فقيرا لا يطغى. في دعاء الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، هذا الدعاء العظيم العظيم العظيم، في المقطع الأخير من الدعاء، مقطع خاص لعله صفحة أكثر، الإمام هكذا يخاطب الله عز وجل، يقول: إلهي، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا في غناي فقير، في فقري كيف؟ إلى أن يقول صلوات الله عليه في نفس هذا الدعاء، في نفس هذا المقطع، يقول: إلهي، كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني؟ إلهي، كيف لا أفتقر؟ أنت خلقتني في الفقراء، أقمتني في الفقراء، يعني هذا شيء ذاتي، أنا مخلوق فقير، كيف لا أفتقر؟ هذا أولا، نسف جذر الطغيان، وهو أن رآه استغنى. أنت فقير في كل لحظة، في كل بعد، فقرا مطلقا إلى الله عز وجل وإلى من ولاه الله أمرك، وهو بقية الله الأعظم، الإمام الحجة المهدي المنتظر، أرواح العالمين فداه، اللهم صل على محمد وعلى آله. في كل بعد أنت فقير، هذا أولا. ثانيا، الفقر إلى الناس. الله عز وجل ما جعلك فقيرا إلى نفسه فقط، بل جعلك الله، جعلك الله عز وجل فقيرا إلى الناس في كل أبعاد حياتك. دققوا في هذه النقاط الثلاث التي ذكرتها: ما عندك من الآخرين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا شيئا. النكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول، يعني ولا شيء، لا تعلمون شيئا. بالفعل نحن جئنا إلى الدنيا كنا نعلم، أنت العالم، العالم العبقري الكبير، جئت إلى الدنيا وأنت لا تعلم أبده البديهيات. العلماء يقولون الطفل عندما يولد لا يعلم أنه هو موجود، هذا أبده البديهيات، أنا موجود، لا يعلم وجود نفسه، ناهيك عن بقية المعلومات. فإذن هذا العلم الذي حصل، حصل من جهود الناس، فأنا فقير إلى الناس. الظروف التي كانت، الظروف كثير منها كانت على أتعاب الناس المقتضي، يعني سد الموانع، سد الثغور سميناه، هذا كان من قبل الناس. فأنا فقير إلى الناس، ليس فقط فقير إلى الله، فقير إلى الله واحد واضح، لا، فقير إلى الناس. الله عز وجل خلقني فقيرا إلى الناس، تستغني بماذا؟ كيف ترى نفسك غنيا؟
التفكير في حاجتك إلى الناس يجعل تدرك أنك فقير فلا تطغى. الفقر إلى الله عز وجل فقر مطلق، مطلق فقر مطلق بمعنى المطلق من بمعنى كلمة المطلق من معنى. ثانيا الفقر حتى إلى الناس، الله هكذا خلقك. أدرك هذه النقطة وهذه النقطة قبلها، لا ترى نفسك غنيا. الموضوع يرتفع، موضوع الطغيان يرتفع، الموضوع ارتفع الطغيان لا يتحقق. الموضوع له مجال كبير. الآيات القرآنية الروايات الشريفة تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا لخطورته. نترك هذا الموضوع، لازلنا في أيام مباركة ميمونة، لازلنا في العشرة المهدوية المباركة، في أجواء ميلاد سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم، يد الله في الخلق، الإمام الحجة المهدي المنتظر من آل محمد صلى الله عليه وسلم. أقرأ حديثين شريفين وأختم بهذين الحديثين الشريفين كلامي. نحن مؤمنون نعرف أن من أفضل الأذكار ومن أفضل الأدعية ذكر الصلوات على محمد وآل محمد. هذا أصله. ورد في الروايات الشريفة العديدة، نقلت لكم بعض الروايات الشريفة في مجال السابقة، رفع الصوت بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأنه يذهب بالنفاق، وأنه ذكرت لكم أيضا في مجال السابقة ما ورد في صحيح الزرارة أنه كلما كان الصوت رفع الصوت أعلى بهذا الذكر الشريف كان الأجر أعظم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. النقطة التي أريد أن أشير إليها في هذا اليوم نقطة رابعة، طبعا هذه النقطة أيضا أنتم مؤمنون والحمد لله رب العالمين، حضرتم مجالس كثيرة تعرفون هذه النقطة، ولكن أريد أن أقرأ لكم حديثين شريفين. في الحديث الشريف الأول في صحيح عبد العظيم الحسني عن الإمام علي بن محمد العسكري، أي الإمام الهادي صلوات الله عليهما، الإمام الهادي والإمام العسكري يلقبان بالعسكري، قال إنما أداة حصر، إنما يعني فقط لأجل هذا. الرواية صحيحة السند، صحيحة عبد العظيم الحسني عن الإمام الهادي صلوات الله عليه، قال إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته. صلى على محمد وعلى محمد. لأي شيء؟ للصلوات حسب هذه الرواية؟ لا، لكثرة الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث الشريف الثاني حديث قصير نصف سطر، خبر أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه. اللهم صل على محمد. الإكثار هنا أيضا كلمة فأكثروا، سمعت اسم النبي صلى الله عليه وآله، دعوت بهذا الدعاء العظيم بهذا الذكر العظيم، كرر ما
مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، معهم معهم لا مع غيرهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.